أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، يرحب معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ مايك من صالون مايك أند كارلز. بداية أهلا وسهلا أستاذ مايك. أهلا وسهلا فيك حبيبي. أستاذ مايك، بداية ممكن تعرفنا عن نفسك وكيف كانت بداياتك مع الصالون؟ أنا مايك من لبنان، جيت 2014 على دبي. بلشت أشتغل أنا وصديقي وشريكي اللي هو هلأ حاليا من 2014. فتحنا البزنس من سنة ونص تقريبا هون وسميناه مايك اند كارلز. تقريبا يعني لي بهذا الدومين 14 سنة. ما شاء الله. استاذ مايك، ممكن تحكي لنا عن الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ اكيد اكيد. هلا نحن القسم اللي عندنا التجميل الكامل اللي هو له علاقة بالشعر، كل السيرفيسز للشعر، ميك اب، مايكرو بليدنج، نيلز، everything اللي هي الست بحاجه لها، سو بتفوت خاصه بكل شيء. تمام. استاذ مايك، اكيد عندكم سر لحتى وصلتوا لليوم من كم من سنه لهلا، ممكن تحكي لنا شو سر نجاحك وتميزك بالصالون؟ هلا كل واحد اكيد عنده تميز خاص فيه بخليه يميزه عن غيره. تميزنا نحن بالسيرفيس اللي بنقدمه كشغل، نعطي ريزلت حلوه بالشعر بيفور اند افتر، اللي هي بتعرف انت العالم هيدي اكثر شيء بتقرنا هلا. السيرفيس تبعنا مميز ككالورينج كقص، والسعر تبعنا كمان هو سوتابل لكل الاشخاص اللي هي موجوده، ما عندنا لفئه معينه. فتميزنا بالشغل الحلو، السيرفيس الحلو، والاستقبال الحلو. هلا بتعرف من ناحيه الليديز بيهتموا كثير موضوع البرودكتس، صح؟ فشو نوع البرودكتس اللي بتستعملوها بالصالون؟ هلا بنفضل على طول نحن يكون عندنا على طول بروفيشنال برودكتس اللي هي تعطيك ريزلت عاليه. فنحن حاليا بنستخدم كذا نوع، عندنا شوارزكوف اللي هي معروفه الجيرماني برودكت، عندنا شركه نزيه اللي هي كمان معروفه بدبي اللي عندها كذا نوع برودكت بنشتغل معهم. فعلى طول نحن بنشتغل بالبرودكتس اللي هي بروفيشنال. ما شاء الله. استاذ مايك، ممكن تحكي شوي عن المستقبل، شو خططك للفتره الجايه؟ هلا للمستقبل ان شاء الله، يعني الواحد على طول لازم يكون طموح ويطمح للاحسن والاحسن، ما يضل على ليفل معين. للمستقبل ان شاء الله بيصير في فروع اكثر، ان شاء الله بيصير في صالونات بدبي وبرا دبي، هذا كله مع الوقت بيبين معنا ان شاء الله. بتمنى لك الافضل. شكرا لك حبيبي. استاذ مايك، من خبرتك الطويله في مجال البزنس، ممكن تعطينا نصيحه صغيره للي بحب يجي يستثمر او يعمل في دبي بشكل عام؟ بدبي بالذات فيك اي حدا يستثمر، اي شخص قادر انه يستثمر، بس بده يكون في عنده صبر، لازم يتعب، ولازم بس يتعب لحاله حينجح، بس يكون عنده الصبر ويكون عنده طموح عالي. ما شاء الله، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا. نهاية بدنا نعرف كيف ساهمت دولة الامارات والامن والامان اللي بالدولة لحتى يساعدوا الاستاذ مايك ويطوروا الصالون بشكل عام. هلا ما في شك نحن على طول بنشكر دولة الامارات والحكام على الشيء اللي على طول، الامان اللي بيعطونا اياه بالبلد، ونحن بنعتبره هذا بلدنا الثاني هون. ونحن على طول بنقول يا ريت عنا حكام مثل هيدا البلد، فهيدا اكيد شيء ساعد انه على طول الواحد بس بده يطمح بيوصل بهيدا البلد، فنحن على طول بنتشكرهم يعني. قبل انتهاء استاذ مايك، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن نوصل ونتواصل مع الصالون. سهل كثير. نحن موقعنا بدبي ستوديو سيتي، باوتيل اسمه ستوديو 1 هوتيل، الطابق الاول. اللوكيشن كتير سهلة، بتشوفوها عندكم على الشاشة، ومن خلالها بتشوفوا على الانستغرام تبعنا، بتتابعوا كل شغلنا بالتفصيل، كل سيرفيس اللي بنعملها، وعلى رقم التليفون. شكرا لك. شكرا جزيلا استاذ مايك. اهلا وسهلا فيك. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.